هذا البرنامج بالاشتراك مع يسعد صباحكم عن جديد، واهلا وسهلا بجميع المتابعين انضموا لنا هلا. اكيد طبعا بفصل الشتاء كلنا نتفكر بنعم ربنا، واكيد طبعا المطر والغيث هم نعم من نعم ربنا اللي دائما يعني لما ربنا هيك شوي اخر الشتاء بنصلي صلاه استسقاء، ولكن طبعا بهذه او بهذا الفصل برضه بنتفكر بنعم ربنا اللي اعطانا اياها، وبنفكر بالناس المحتاجه والناس اللي ما عندها بيوت مناسبه للعيش وتحمل قساوه برد الشتاء. طبعا هلا في معانا ضيفه مميزه جدا جدا جدا، وهي رياديه مجتمعيه يعني بلشت مبادرتها الانسانيه من كم من سنه، وهلا صار ما شاء الله معها فريق كامل بيساعدها بهذه طبعا المبادرات، واكيد هي بترمم منازل الناس، طبعا الناس العائلات المستوره. خلينا نحكي معانا مرح منصور من جمعية ترميم الإنسانية. يسعد أهلا. صباحك. يعني أنا عمالي بحكي على المقدمة خير. بصراحة مش لاقي كلمة يعني بالضبط وفيكي حقك حبيبتي. أنا الأشخاص اللي مثلك عن جد دائما بقول يعني ربنا يكثر من أمثالهم، لأنه شكرا. عندك إنسانية مش معقولة. إذا كل حدا عنده هالإنسانية بتكون الدنيا بألف خير. أكيد. يسعد صباحك شكرا. أول إشي وأهلا وسهلا فيك، نورتينا بدي هتقص العرب. أهلا أهلا. احنا بداية بدنا نسألك يعني احكي لنا اكثر عن حالك وكيف بلشتي بهاي الـ اوكي. اول شيء صباح الخير، وبرنامج جميل جدا صراحة بوجودك، وبحب صراحة يعني احكي لكم هيك بشكل سريع عن مبادرتي. ما تحكي بشكل سريع، خذي راحتك. اوكي. اول شيء اسمي مرح منصور، مؤسسة مبادرة ترميم الإنسانية من 2015. مبادرة ترميم الإنسانية هي عبارة عن مبادرة مجتمعية شبابية. إحنا جديد صرنا مع مؤسسة ولي العهد تحت غطاء قانوني نحكي تقريبا، اللي هي مؤسسة أو مبادرة نوى. نوى هي إحدى اللي هي منصة لجمع التبرعات تابعة لمؤسسة ولي العهد. طبعا بلشت بالمبادرة من 5 سنوات أو 6 سنوات تقريبا، كنت فيها يعني لساتني طالبة جامعة بلشت فيها لحالي. حاليا احنا تقريبا 100 شاب وصبيه من مختلف الاعمار. حلو. ومختلف التخصصات. طبعا مبادره ترميم الانسانيه لها اكثر من اهداف، اكثر من هدف. طبعا بلشنا فيها، او يعني اذا بتحبي نحكي عنه. اكيد بلشنا بالمبادره. هذا الموضوع بالذات كثير بهمنا وبهم اكيد كثير من المشاهدين. مبادره ترميم الانسانيه بلشنا فيها كنا عباره عن مجموعه من الشباب، من نجمع اواعي للناس اللي ما بدها اياها، خصوصا انه الناس هلا بتصير بفصل الشتاء وبفصل الصيف تعزل الاواعي اللي ما بدها اياها وتكبها. حلو. فنحن كنا ناخذها ونستصلح منها الشيء المنيح ونروح نظبطه ونغسله ونبلشه ونوزعه للناس. طبعا بعد هذا النشاط بلشنا بشيء اسمه اللي هي ترميم المساجد، وصراحه حسينا كثير في اقبال كبير على ترميم المساجد من ناس التبرعات والصدقات، فبلشنا بمسجد وانتهينا تقريبا لهلا ب5 ل6 مساجد من ناحيه ترميم او نقول اعاده بنائها من اول وجديد، او انه المسجد يعني بنوا اساساته بده يعني تكمله. بعدين بلشنا بالمدارس اللي هي كانت مع الديوان الملكي، كان في مبادرة اللي هي برضو مع نوى، وهذا الإشي اللي كان أسعدني إنه بشهر 5 السنة الماضية قابلنا جلالة الملك واختاروا تقريبا يعني 20 مبادرة من الأردن كاملة، فكانت مبادرة ترميم يعني إلها دور كبير بترميم المدارس وإيش عملت بجائحة كورونا. يعني إحنا السنة الماضية كثير اشتغلنا على موضوع جائحة كورونا، فأخذنا يعني زي شكر من جلالة الملك بمقابلة كانت بقصر الحرية. شفتها امبارح. وبعدين كانت في عندنا مقابلة وقتها بعيد الاستقلال، برضو اختاروا مبادرتين من كل الأردن، فكانت برضو مبادرة ترميم واحدة من هذول المبادرات. طبعا في أهداف تانية كثير، فإذا بتحبي أكيد خذي راحتك. بس أنا في عندي سؤال، امبارح أنا عم بقرأ يعني تسمية ترميم الإنسانية بتحسي إنه إلها أكثر من معنى. صح. يعني ترميم الإنسانية كأنه الواحد إنه إنسانيته يرممها ويفكر بغيره، فاحكي لنا اكثر انت كيف خطر على بالك هاي التسميه؟ تمام. هلا احنا دائما بكل المبادرات بتلاقي مثلا جمعيه كذا الخيريه، فاحنا حبينا حتى في ناس بطلوا يصدقوا بصراحه انه جمعيه خيريه. احنا اول شيء مبادره مش جمعيه يعني. أكيد. فمبادرتنا حبينا نربطها مع كلمه الانسانيه، لانه احنا بنعمل عمل انساني، فلما الفرد او الشخص يروح يعمل عمل تطوعي بتحسي انه فعلا انسانيته هيك في فرش هيك صارت لها، بحس حاله احسن. بالضبط. فاحنا بنقول ترميم الانسانيه، فالانسانيه ترمم. والناس بيقول لك لا شو الانسانيه ترمم؟ لا هي ترمم. أكيد الانسانيه ترمم. والناس لما تقبل على عمل الخير وتعمل عمل الخير بتحس انه فعليا عم تعطي من جهدها. يعني الطفل اللي قاعدين عم نساعده بتلاقينا احنا مبسوطين اكثر منه بايفنتس او اشياء. يعني دائما هي السعاده بالعطاء. بالضبط. وبحب انوه لشغله انه احنا كثير بنركز على
يعني من حيث الأهداف غير سبب التسمية على تعليم طلاب بالجامعات والمدارس بأقساطهم الجامعية، يعني طالب مش قادر إنه يكمل ضمن شروط طبعا محددة ومعينة، منخليه إنه منساعده بقصته الجامعية عشان يقدر إنه يكمل، وحتى الطلاب اللي بتسربوا من المدارس عشان يروحوا يبيعوا على الإشارات منحاول إنه ناخدهم هدول الأطفال الصغار ونعطيهم أساسيات عربي إنجليش رياضيات، يعني لنقدر إنه نضلنا معهم. وطبعا الأنشطة اللي إحنا دائما بنعملها سواء بالشتاء هلأ في عنا حملات معينة. حلو، احكي لنا أكثر عن هاي الشتاء، كيف يعني كيف إنه شو عم تعملوا أكثر بالشتاء، شو عملتوا بالضبط يعني يعني الشتاء هلأ صار له أكم من يوم جاي عن جد قاسي يعني. والله فعلا الله يعني إحنا اللي يعني اللي الحمد لله اللي قاعدين ببيوت وعم نبرد، ومش كلنا عنا دافئ مركزية، ومش كلنا عنا صبات، ومش كلنا عنا يعني في ناس عن جد بتدفوا ما بعرف كيف يعني، يمكن بتدفوا ببعض عن جد كتير كتير يعني وضع جدا كتير يعني سالي. عم نروح على المحافظات منلاقيهم إنه يعني كلهم زي ما قلتي متكومين مع بعض وحاطين حرامات على حالهم أم والعين حطب. هلا احنا جديد هلا في عنا او هي مش جديد يعني شوي عم نتاثر بموضوع التبرعات مع جائحه كورونا، فالمفروض انه زي هذا الوقت نطلع نوزع صبات وحرمات على العيال بالمحافظات. كيف كان كيف اثرت كورونا على لانه الناس بتحس انه معناش مصاري لنساعد حالنا بالضبط. يعني احنا بنحكي عن ارض واقع. اول شيء كانت ما يعني اذا تتذكري رمضان اجى بكورونا مزبوط، فالسنه الماضيه ما قدرنا انه نطلع زي دائما احنا بالعاده يعني 30 يوم برمضان قول 29 ل 28 منهم فول داي يعني بنروح فيها ايفنتس ما بين مساعدات عينية او طلاب او الى اخره. هلا صراحة كثير اثرت جائحة كورونا على موضوع التبرعات كبداية، وكشيء ثاني اللي هي الناس نفسها يعني احنا ما عم نقدر نوصلهم، ما عندنا تصريح، ما عندنا يعني نقدر انه نروح على المحافظات على مكان برا عمان، خصوصا انه اغلبنا يعني جوا عمان، فما عم نقدر نروح على المحافظات عشان نساعد الناس، ما عندنا تصريح، ما عندنا كان شيء، لكن حاولنا قدر المستطاع انه نروح على الاماكن اللي هي اول ما اعطونا يعني فتره بعد الحظر الشامل انه نقدر نروح على مادبة على الاماكن اللي الناس مباشر عليها. صراحة الله يعين الناس فعلا. وأنا كتير صراحة بحب من أي مبادرة من المبادرات تروح على المحافظة تطلع برا عمان، يعني يشوفوا الناس اللي بالمفرة اللي بغض النظر وين شمال جنوب يعني يروحوا يتوزعوا، لأنه بعمان في ناس بس لكن اللي برا المحافظة في أكتر صراحة. أكيد أكتر يعني أنتم عمليا مش بس مختصين بترميم المنازل من رطوبة من أسقف يمكن تكون خربانة أو بتنقط ماي، يعني أنتم كمان بتساعدوا الطلاب الجامعات، طلاب وحملات موسمية وأيضا طبعا أكيد مونة، وبرمضان بتعملوا أكيد طرق. يعني فطور جماعي يمكن خير، وبنعمل طبعا إفطارات لعمال الوطن لأنه هاي الفئة بحسها يعني أحيانا منسية، فبنعمل إفطار وطن دائما كل سنة برمضان مع كل يوم. مع عائلاتهم كل يوم، هو كل يوم في إشي مرة للأيتام مرة لعمال الوطن، في بس طول الشهر عمال الوطن هو ينقول يعني أكتر إيفنت كبير بيكون له يعني مع العيال، بيكون العامل الوطن مع عيلته بيجي بيفطروا بأجواء رمضانية يعني جميلة بتكون. طيب تمام، احنا بدنا نعرف اكثر منك يعني مثلا بفصل الشتاء هذا يعني شو هلا خططكم المستقبليه، لانه قرب يخلص الشتاء اكيد ولسه طبعاً. في ناس يعني والله العظيم يعني انا بالنسبه لي بتمنى اكون واحده من الناس، واكيد رح اتواصل معك فيما بعد يعني ان شاء الله لحتى نقدر نساعد. يعني احكي لنا اكثر هلا شو انتم خططكم المستقبل حتى بفصل الصيف، على فكره ما بيخلى الامر انه فصل الشتاء طبعاً. حتى فصل الصيف ايام بيكون الحر يعني ما حد قدر يستحمله طبعا. هلا احنا كثير بنركز سالي على موضوع الترميم البيوت بالصيف، لانه بالشتاء شوي بنعاني من موضوع الرطوبه، فالبيت بيحتاج وقت فما بنقدر نرمم البيوت، فمين اللي بالصيف قبل ما يبلش الشتاء بنشوف العيال اللي حوالين عمان لصعوبه طبعا انه نطلع برا عمان ما في تامين مواصلات للمتطوعين. وعندنا هلا حمله اسمها دفا، هاي حمله لها علاقه ب حمله دفا، هي بنجمع تبرعات طبعا من خلال المنصه او غيره من الصوبات والحرامات عشان نقدر انه نوزعها على العيال المحتاجه بالمحافظات او ثانيه يعني اماكن ثانيه. هلا طبعا بيقدر الناس اكثر انه يتواصلوا معنا عن طريق السوشيال ميديا، عندنا فيسبوك باسم مبادره ترميم الانسانيه أكيد. او انستغرام بيلاقوا كل السوشيال ميديا بلاتفورمز بيقدر رح يطلع الاسم على الشاشه بتخيل، ما بعرف يعني عشان الناس اذا ترميم جوردن او مبادره ترميم الانسانيه يعني في حال انه ما طلع الاسم. في ارقام هواتف، في ناس مختصه بجمع التبرعات،
في ناس مختصة بمتطوعين، يعني حتى لموضوع التطوع أي حدا إنه بيحب إنه يتفضل معنا، في عبارة عن زي فورم بيسجلوا فيه المتطوعين لحتى يطالع يقدروا على ولا اللي بيحب أكيد يعني طبعا يتواصل مع هذه المؤسسة أكيد يعني أو الجمعية يعني أكيد بيقدر يتواصل أكيد طبعا. وإحنا بنرحب طبعا بأي متطوعين معنا سواء من عمر 18 وبعد وحتى بالأطفال الصغار بنحب إنه نشركهم أحيانا معنا، بس كتنظيم وكشغل فوق 18 سنة بنحب إنه يكون. وطبعا لولا جهود المبادرة ولولا طبعا جهود الأعضاء 100 شخص تقريبا كان إحنا لولاهم ما وصلنا 6 سنوات بمبادرة ترميم. وبحب يعني أوجه لهم تحية فردا لكل شخص وصبية سواء اللي ماسكين فريق طلاب العلم لجين عمران أبو علي، وسواء الناس اللي ماسكين لهم علاقة بالحملات الموسمية، طبعا أسماء كتير إذا بدي أحكيهم هلأ ما بخلص. نعم أكيد. فبحب أن أوجههم يعني تحية، وبحب أنهم للناس المشاهدين يتابعونا على مواقع السوشيال. في عندك أنت يعني صاحبة الفكرة كلها والجمعية، أنه عندك يعني خلينا نحكي نظرة مستقبلية أنه ممكن تتطور إلى برا الأردن؟ طبعا هذا السؤال من عندي انا بقرا برا الاردن شوي صعب، لانه انت بتحكي يعني عن تصريح واشياء لها علاقه باشياء يعني بقانون يعني وعملنا بالاردن، فما نقدر نطلع برا الاردن مع انه انا بتمنى يعني برا عمان اوريدي بلشنا، بس احنا عندنا خطط ثانيه رح نعملها، يعني رح نبلش شوي نشتغل على اشياء طبيه لها علاقه بعمليات الاطفال ورح نشتغل برضو اشياء يعني اذا ضلوا التعليم اونلاين. احنا اوريدي يعني بلشنا شوي بانه نعلم الاطفال اللي ما بتقدر انها توصل للانترنت ويكون عندها لابتوب ببيوتها بخصوص المدارس لما صارت اونلاين صح، فهلا عم نحاول انه احنا نوفر لهم البنيه التحتيه ونحاول نوفر لهم التابلت اللي يقدروا يدرسوا عليه، طبعا بالتعاون مع متطوعين اللي هم بيكونوا زي مدرسين لهدول الاطفال، لانه هذا جزء من برنامجنا اللي كان اسمه علمه بالقلم، هذا جزء اللي هو كان بيعلم الاطفال المتسربين من المدارس. فان شاء الله يعني يعني الله يجيب الخير علينا وان شاء الله ما يكون في كورونا لا هاي السنه ولا السنه اللي بعدها ان شاء الله الله يبعد البلاء والوباء عن شعبنا وبلدنا امين، وان شاء الله يعني خططنا لقدام مستمره، وبحب انه دائما تعرفوا عنا على السوشيال ميديا. انا هيك استوقفتني بس نقطه، انت بتحكي عن اصل عمليات الاطفال، تحكي لنا اكثر انت شو بتفكري يعني؟ هلا انا طبعا عم بفكر يعني لساتنا ما حطينا خطط فعليه اوكي، هلا بس انا موجوده ضمن الخطط المستقبليه ان شاء الله. ان شاء الله رح نحاول نامن اول شيء كبدايه ادويه للناس اللي كبار بالعمر، لانه في ناس يعني بتيجينا كثير ناس انه انا مرحبا امي او والدي توفى فانا عندي ادويه فحابه اني اعطيكم اياها اتبرع فيهم. اذا مش موضوع ادويه بدنا نشوف عمليات الاطفال، في دكاتره بيكونوا متخصصين بعمليات معينه من مستشفيات معينه معروفه، فهم بتطوعوا بياخذوا بس تكاليف العمليه يعني الادوات ما بياخذوا تعبهم، فهذا بيكون فور فري من المتطوعين يعني اطباء. فانه بالنسبه لهذا الموضوع رح نشوف مين العمليات اللي رح نبلش بالعمليات السهله لانها مسؤوليه صراحه كبيره اكيد طبعا لوز واشياء زي هيك، بعدين فيما بعد ان شاء الله رح نبلش باشياء نقول يعني عمليات متخصصه اكثر، وان شاء الله يعني نلاقي يعني اقبال وتعاون كبير يعني بالنسبه لما هذا الموضوع. في سؤال هيك عم بخطر على بالي، انت عم تحكي وانا عم تيجي على بالي اسئله، لا يعني كل اسئله خلص حكيناها اول الحلقه اول الفقره. بتحسي انه يعني بدنا نسال سؤال فعلا الناس اكيد بتفكر فيه، انه في ناس ممكن مثلا تدعي حال تدعي انه مثلا هي محتاجه او كذا، بتحسي انه موجودين كيف تتعاملي مع هاي؟ طبعا هلا نحن كبدايه ما بنروح مثلا اذا بدنا نوزع نقول حمل الدفع، هلا ما بنروح والله بناخذ الصبات والحرمات بنجمعهم باماكن معينه مكان واحد تعالوا خذوا، لا طبعا نحن بنروح على البيت نتاكد من وضعه قبل ما ننزل بالمساعده العينيه، بنروح نتاكد من وضع البيت نفسه. مرحبا احنا جايينكم كشف من عمان، اسمي مراح ومعي زميلي مثلا حدا معين، حابين والله نشوف شو محتاجين. والله حسنا انهم محتاجين هينا بنجيب الاغراض بنعطيهم اياهم، حسنا انهم مش محتاجين نقول لهم يعطيكم الف عافيه، حبينا صراحه بس هيك نشوف كشوفات وما بنحسسهم باي شيء له علاقه انه احنا ما صدقناكم او انه الحاله مشكوك فيها. هلا كثير في ناس بترن علينا بتكون يعني بدها كطلاب مثلا انه مرحبا انا بدي والله قسط للجامعه بيكون مبلغ كبير 400 500 دينار او اكثر وبدي انكم تساعدوني. طبعا ما بنساعد اي حاله الا بعد ما ناخذ اوراقها الثبوتيه أكيد. معدله بالجامعه قديش هلا بيتهم اجار بدنا عقد للاجار، يعني كل الاوراق الثبوتيه الموجوده بتواصل معها فريق طلاب العلم وبيتواصلوا معها، وكذلك الحال بالنسبه كمان للاقسام الثانيه
ترميم المنازل طبعا في تدقيق اكثر عليه، بنطلب برضه اوراق ثبوتيه، بنطلب مثلا اشياء لها علاقه مثلا اذا البيت ملك، البيت اجار، البيت ايش وضعه، العيله وينها، يعني اذا في دخل بدنا كشف للراتب، يعني تفاصيل كثيره، بنطلب اوراق ثبوتيه. بعد ما نتاكد من الحاله 100% بنتواصل وقتها مع المتبرعين، لانه هاي امانه عندنا تبرعات بالنهايه بتضل. كيف تتعاملوا مع الايتام، الاطفال بالذات الايتام اللي مثلا ما في اب ما في ام، فعلا بيكونوا بالشوارع، يعني كيف تتاكدوا انه هذا عن جد يتيم؟ يعني هلا صاروا صغار بصراحه، واحد بطل يصدق تلاقيهم بالشوارع بتقول لا هذا بكل وراه. هلا بالعاده نحن ما بنروح على دور ايتام، يعني ما عمرنا صراحه رحنا على دار ايتام. هلا نحن بالعاده بنتواصل مع جمعيات خيريه يعني موثوق فيها. هلا هاي الجمعيات نقول لهم مثلا بدنا كشف باسماء من عندكم للاطفال، يكونوا انه فعلا يا بدون اب يا بدون ام، يعني المهم يكون او فقير، مش شرط بس يتيم، الطفل اللي هو بحاجه حابين والله نعطيه مساعدة معينة ونعملهم نشاط ترفيهي. فبناخذ هدول الأطفال وبنتعامل معهم، مع إنه مثلا إذا في طفل أبوه متوفي بيكون في شهادة وفاة للطفل، وبنعملهم نشاط ترفيهي بعد ما نكون متأكدين من وضعه، أو إذا رحنا على بيوتهم كشف ميداني. تأكدتوا طبعا 100%، يعني غير هيك حتى إحنا لما نروح على كشف ميداني على المحافظات بنحاول ان نفس الناس اللي شفناها بعينينا ناخذ هدول الاطفال لحتى نعملهم انشطه فيما بعد، عشان نكون متاكدين يعني وين هذا الطفل عايش وكل شيء، وحتى هم بتلاقيهم فعليا انه كثير محتاجين كثير. يعني انا لولاتي لازم اختم معك هلا بالفقره، ولا انا عن جد في عندي كثير اسئله حابه اسالك، اكيد تحت الهواء راح اتواصل معك راح اخذ رقمك، وان شاء الله هيك الله بيقدرنا وبقدر الجميع على فعل الخير. انت مثال عن جد للانسانيه، ولا والله يعني انا تشرفت كثير بوجودك اليوم معنا، واكيد كلياتنا مبسوطين ان انت موجوده معنا. وحابه تحكي كلمه اخيره يعني بحب اوجه كل الناس اللي بتقول ما عندي وقت انها تتطوع، لانه الوقت احنا عندنا بالنسبه لنا انا ما عندي وقت هي يعني حجه اكيد حجه، فاتطوعوا، خلوا اطفالكم يتطوعوا باي نشاط ممكن تودوه، صدقوني ممكن يفرق معه الطفل الواحد انه يشوف النعمه اللي هو عايش فيها. يعني احنا يعني مش مقدرين النعمه اللي عايشين فيها، روحوا واطلعوا برا عمان رح تشوفوا عالم تماما مختلف. حتى احنا دائما بنحكي انه هي دائما مثل ما حكيت انا بدايه الفقره، انه هي السعاده دائما بالعطاء، انتوا رح تحسوا بحالكم. اي حدا مش مبسوط مكتئب عنده مشاكل اذا اعطى، لو ان شاء الله اعطى نص دينار طبعا يعني رح يحس بسعاده عن جد مش طبيعيه. وانا واحده من الناس اللي جربتها لهي الشغله. مرح شكرا كثير كمان مره لوجودك معنا، شكرا على الاستضافه، وان شاء الله بنبقى نستضيفك بفقرات وحلقات قادمه. يسعد صباحك كمان مره، شكرا سالي وشكرا جميعا لكم. يسعد صباحك متابعينا، خليكم معنا فاصل قصير جدا وراجعين نكمل معاكم بضيف جديد مميز.